وللحديث أكثر ينضم معنا مباشرة من أرض معرض بغداد الدولي مراسلنا جابر جمال. أهلا بك جابر، حدثنا عن أبرز فعاليات معرض بغداد الدولي اليوم. نعم مها، آخر أيام معرض بغداد الدولي بدأت فعلا، باعتبار أن اليوم هو التاسع لفعاليات معرض بغداد الدولي التي استمرت طيلة الأيام الماضية بعد أن افتتح رسميا من قبل رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. ويوم غد هو آخر أيام المعرض، حتى الآن لم يصل إلينا أي خبر هل هنالك تمديد أم لا، حتى الآن لم يعلن عن ذلك، لكن بشكل عام الفعاليات قائمة حتى الآن، وعلى مدى يعني الأوقات التي يفتتح فيها المعرض منذ ساعات الصباح وحتى أوقات الليل المتأخرة، هنالك فعلا حدثت فعاليات اجتماعية ثقافية واقتصادية، وهي إحدى أكبر أهداف المعرض أن يكون هنالك تجانس اقتصادي وتواصل اقتصادي ما بين الشركات الحاضرة. نحن نتحدث عن أكثر من 800 شركة حاضرة تمثل الدول العربية والأجنبية بواقع 12 دولة أجنبية وثمان دول عربية، بالتالي حدث هنالك تجانس، حدثت عمليات توقيع عقود وشراكات ما بين القطاع الخاص العراقي وحتى القطاع الخاص العربي والأجنبي، وهذا ما يطمح إليه المستثمرون. بالتالي معرض بغداد الدولي هو فرصة لتلاقي المستثمرين وتلاقي التجار وأصحاب الخبرات وكذلك من يود أن يصنع شراكات مع الجانب العراقي، باعتبار أن السوق العراقية سوق واعدة. سوف نتجول بشكل سريع مها إذا تسمحين لي بين أروقة معرض بغداد الدولي، ونحن في اللحظات الأخيرة من آخر أيام المعرض، باعتبار بعد أقل من ساعة تغلق أبواب المعرض تقريبا في تمام الساعة 11. رغم ذلك المواطنون يستثمرون هذه الأوقات، ويعني أصبح المعرض إلى جانب عمليات التسوق والتبضع عملية للترويح عن النفس، باعتبار فعاليات اجتماعية وثقافية. واليوم هنالك اجتماع فعاليات فنية حقيقة مها، هنالك حفل في المعرض يعني بدعوة للمواطنين الحاضرين في معرض بغداد الدولي، وهذا ما حقيقة جمع مئات أو آلاف المواطنين. بالتالي نحن نتحدث عن معرض شامل يركز على الجانب الاقتصادي والاستثماري، وأيضا بذات الوقت تثقيفي، وبذات الوقت أيضا هنالك هذه الفعاليات التي نراها الآن. طبعا ما هذا تسألينني عن يعني رؤية المواطنين العراقيين، يتحدثون عن نجاح معرض بغداد الدولي على مستوى السنوات الماضية من جانب التنظيم ومن جانب إدارة فعاليات المعرض. هذا الحدث هو أكبر من كل الأعوام الماضية، ونتحدث عن عامين أيضا توقف فيها المعرض، وبالتالي عاد بشكل مختلف بشكل منظم أكثر. إذا تشاهدين مها هذه الحشود الجماهيرية متجمعة هنا في الباحة الكبيرة لمعرض بغداد الدولي، وسأحاول طبعا أن ألتقي ببعض المواطنين لمعرفة ما هي يعني رؤيتهم حول معرض بغداد الدولي. يعني أحاول أن ألتقي ببعض المواطنين ببعض الحاضرين. السلام عليكم، نرحب بك في التغطية المباشرة على قناة الرشيد الفضائية. فعاليات معرض بغداد الدولي متنوعة ما بين تجارية اقتصادية، وأيضا نشاهد اليوم هنالك حفل فني، فبالتالي أصبح مكان لملتقى المواطنين العراقيين للترويح عن النفس، ربما لقضاء أوقات بعيدة عن ضوضاء المدينة وأوضاع الزحامات ومشاكل الحياة. أهلا وسهلا، أنا واحد من الناس جبت العائلة شوية يغيرون جو، وهم يعني تقدر تطلع على المنتجات، مثلا احنا مشاركين مجموعة العمران، عندنا قسم صحيات وقسم أخبار وقسم بورصة لاين. عن الجو العام أيضا للمعرض، كيف تنظر إلى هذه الفعاليات مثلا الأخرى الإضافية؟ كلش حلوة وشوية تغيير وترفيه للعوائل العراقية. يعني كان توقيت يمكن هذا التجمع يعني مناسب برأيك؟ اي صحيح.
وحلو بنفس الوقت. شكرا جزيلا. أنا أشكرك. إذن هذا جانب من آراء المواطنين. ذكرت لك بالتأكيد هنالك مشاكل حياة يومية، هنالك زحامات، هنالك مشاكل داخل يعني الحياة اليومية، بالتالي يتنفس المواطنون نوع من الحرية، وخاصة العائلات العراقية. نشاهد الحضور العائلي هو الأكثر حتى من حضور الشباب، بالتالي مساحة عائلية مجانية هنا في معرض بغداد الدولي، وبالتالي هذا ما يحتاجه الشعب العراقي، يحتاج إلى متنفس حقيقي. فكما ذكرنا اجتمعت عدة يعني أمور حقيقة، ما بين الجانب الاقتصادي، ما بين جانب التبضع للمواطنين عبر البيع المباشر، وأيضا من خلال الفعاليات الترفيهية والفنية التي تقام على أرض معرض بغداد الدولي. نعم، مراسلنا جابر جمال، شكرا جزيلا لك.